مرتاحه. ارحموني سير. ان ساكنه راس الماء تستنكر هذا الاعتداء الشنيع من طرف مهربي ثروات راس كهدانا، ولا سيما لوب مقالع الرمال. انها تفتقر الى الميزانيه التي قد عجز المجلس البلدي تفارها لهذه المنطقه لعدم احترام لوبي المقالع ولوبي التعمير الى غيره من السيد البحري والثروات الاخرى التي تسخر بها راس الماء. نحن شباب راس الماء بامس الحاجه الى هذه الضرائب لاجل خلق فضاءات في تزيينها وتعديلها. ثم كما نطالب ايضا فحينما نتحدث عن مجلس البلدي فلا هذا لا يعني اننا سنتعاطف معه بشكل تام، لكن نحن نقول يجب عليهم ايضا ان يتحملوا مسؤوليتهم اتجاه بلدة رأس الماء وبلدية رأس الماء واتجاه دواويرها واتجاه شبابها. فنحن ديالك رحمنا سير حالك الرمله ماشي ديالك حيما. اولا من هذه البوابه هذه كنشكروا الصحفي ديالنا عبد الجليل الباكوري اللي كيوقف معنا دائما في كل جديد ديال راس الماء. يعني هذا النهار صبحنا على واحد الخبر فاجعه، يعني عصابه كتتعدى على النائب الاول ديال المجلس البلدي. بهذه المناسبه هذه يعني ارتئينا باش نوقفوا مع المجلس البلدي ديالنا الشاب ونديروا هذه الوقفه الاحتجاجيه السلميه اللي كتعبر من خلالها على التنديد والاستنكار ديالها لكل الاشكال ديال الاعتداء اللي تعرض ليه السي عبد الرحيم السارح. شنو غنقول لك في هذا؟ ما يقدرش نوصف لهذا الاعتداء البشع اللي تعرض من عن طريق يعني سارقي الرمال. يعني هذه تصفيه حسابات، يعني ما يمكن لنا كما قلت غير نستنكروا بكل الاشكال هذا الاعتداء هذا. وشكرا لك. الله الرحمن الرحيم. كنشكر زيو سيتي على هذه المبادره الطيبه، وكما يعلم الجميع انها زيو سيتي دائما في الواجهه وفي ساكنه راس الماء. اليوم في هذه الوقفه الاحتجاجيه لساكنه راس الماء استنكارا لهذا الاعتداء الشنيع للاخ عبد الرحيم السارح النائب الثاني النائب الاول لرئيس المجلس البلدي. السي عبد الرحيم كما يعلم الجميع انه من بعد ما كان بغى انه يدير اجراءات قانونيه لتحصيل املاك ديال راس الماء باش تدخل للخزينه العامه، تم الاعتداء عليه بهذا الشكل هذا. ونحن نستنكر هذا الاعتداء الشنيع، وكنقولوا للمافيا اللوبي مقالع الرمال انهم يسووا الوضعيه ديالهم. احنا ماشي ضد انه مقالع الرمال تكون في مدينه راس الماء، وانما احنا يا ضد انها تهرب بطريقه غير قانونيه، وكذلك لا تحترم هذه المقالع، لا تحترم يعني دفتر التحملات الذي ينصه القانون في تنظيم مقالع الرمال. وكما يعلم الجميع انه المقالع داخل مجال الحضاري القانون، القانون الذي ينظم مقالع الرمال هو ممنوع بشكل تام، لانه يعني يضر بصحه المواطن وبالمواطنين بشكل عام. والسلام عليكم ورحمه الله وتعالى وبركاته. رحمة الله وتعالى وبركاته. لا مسيدي المنطقه ديال هاد بوحيات نواحي الجباره نواحي دايديم كرمه الخلا كاملين حافرين تما الحفاري، ماشي بلاصه ولا جوج من دون ترخيص، بلاصه كيديروا لها ترخيص 10 بلايص 15 بلاصه ما عندهاش الترخيص كاع الجميع. خير الله يرحم الوالدين. زعما ولا كاين شي حق من حقنا؟ خصنا نعرفوا الحق ديالنا. ولاو المافيا كيهدونا اباطره د الرمله
اباطيرا كي ما كيادوش القوانين ديالهم. حنا على كسميتو الهضره اللي كنسموها على الانسان النائب الاول عبد الرحيم السارح مشى يدير يقوم بالمهمه ديالو في الكاريان. ملي وصل جراو موراه جوج طوموبيلات في الساعه اللي هرب لهم وراجع للبلديه، ما خلاوش يجي للبلديه وتعرضوا له في الطريق وتعداو عليه بصفه حنايا غادي نقولوا ديال بصفه ديال المافيا. ما لو كان شبروه في شي بلاصه ما فيهاش الناس وما دخلش للمدينه، لو كان قتلوه ولا فيها بزاف كيسميتو احتمالات. حنايا بغينا نفتحوا تحقيق على هذا الشيء باش ما يكونش عندنا بلاد. حنايا شوف المغرب كنتمتعوا بالامان وكنتمتعوا بالاستقرار وعندنا جميع المسائل اللي كنتوفروا عليها. المخزن اللي غادي يحمينا اربعه الناس، هما في خمسه اربعه الناس باش غادي يشبروهم، شبروا واحد وتلقوا اربعه. ما عرفناش اسيدي حنا ما بابا السيد بغاو يختطفوه. عندنا تصور وكاين الشعب واقفين في نهار القهر، قال لك حنا ما بغيناش حكاره لاكسيدون. هذيك راه ماشي كسيدون، هذيك الشريف، هذيك راه هذيك محاوله اختطاف، هذيك راه بغاو يختطفوه، هذيك راه دار بهم التقرير باش بغاو يخدموا فوضى. ما بغاش السي السارح يشد من عندهم الفلوس ولا يدير معاهم عياو بجميع ديال الطرق باش غادي يحطموه. لقاو صافي الفرس، جابوا القوة العصابة السيوف شفنا بعينينا مشاو معاه فين ما بغي. بعض الأشخاص وبعض الأباطرة الذين يعتبرون أنفسهم هم أهل إقليم الناظور وهم المتحكمين في إقليم الناظور، فنحن نقول لا للتحكم ولا ليتسلط أحد، ونقول أننا سنستمر في نهجها في نهجنا. أراد من أراد وبغى من بغى كره من كره، سنستمر في هذا النهج لأنه نهج قويم، لأنه هذا النهج قلنا من قبل ووعدنا الناس أننا سنسير على هذا النهج وسنسير عليه رغم المناورات ورغم التشويشات ورغم كل الأشكال التي يمكن أن يتخذها هؤلاء، لأننا نواجه اليوم مواجهة بين وجهين، وجه القانون ووجه التحكم والفساد. لنرى هل وجه القانون الذي يمثله ممثل الشعب والمواطنين أم سينتصر هؤلاء على القانون، ولنتحرحم في التالي على مغربنا العزيز. ونقول هذا والسلام عليكم.